في عام 1906 أصيب 6 أشخاص من بين 11 شخصاً بحمى التيفوئيد في منزل تشارلز هنري وارن، وهو مصرفي ثري في نيويورك. من المعروف أن حمى التيفوئيد تنتشر عن طريق شرب الماء أو تناول طعام ملوث ببكتيريا تسمى سالمونيلا تيفيا. بعد تحقيقات كثيرة اكتشف المهندس الصحي جورج سوبر أن ماري مالن وهي طاهية في منزل وارن قد خدمت سابقاً أيضاً 8 عائلات، 7 منها أصيبت أيضاً بالتيفوئيد، فوصف ماري بأنها حاملة صامتة لبكتيريا السالمونيلا التيفية. بحلول عام 1907 أصيب حوالي 3000 من سكان نيويورك بالتيفوئيد، وكانت ماري على الأرجح مصدر تفشي العدوى. بعد أن أجبرتها الشرطة على أخذ عينات منها تبين أنها حاملة للعدوى، فتم عزلها في مستشفى ريفرسايد. في عام 1910 أعيد إطلاق سراح ماري بشرط تخليها عن مهنتها كطاهية. للأسف لم تلتزم بهذه الاتفاقية، فغيرت اسمها من ماري مالن إلى ماري براون، وعادت للعمل في المطابخ دون الاكتراث للنظافة ولإرشادات النظافة العامة. انتقلت ماري للعمل في مستشفى في مانهاتن، وفي غضون 3 أشهر أصابت ما لا يقل عن 25 شخصا، وتوفي 2 منهم. ومنذ ذلك الحين أطلق عليها لقب ماري التيفوئيد، وأصبحت موضع النكات والرسوم المتحركة. أعيدت ماري إلى جزيرة نورث براذر، وبقيت هناك حتى وفاتها عام 1938.